مباراة أهل البرج ومولودية بجاية كانت مثيرة على الميدان وطبعتها أشياء كثيرة نستعرضها بعد حين. مولودية بجاية كان سباقا لافتتاح مجال التهديف في الدقيقة 15 بواسطة السلطان الذي عبث بالدفاع والحارس وتمكن من توقيع الإصابة الأولى لصالح الضيوف أمام دهشة جمهور الجراد الأصفر. البرج رد في محاولتين، الأولى من كرة ثابتة وصدها الحارس بن شريف، والثانية كان وراءها كوربيا ومرت جانبية. الأهلي اضطر إلى تغيير اضطراري في الدقيقة 28 بعد خروج بابوش متأثرا بإصابة ليعوض بمنصور. الدقائق 37 و38 كانت جد مثيرة في اللعب. سلطان مسجل الهدف الأول، كاد يضيف الهدف الثاني في مناسبتين متشابهتين لتكون نهاية المرحلة الأولى بهذه المحاولة البرايجية من الركنية. زياد نفذ وعمران استقبل وكاد يعدل ونهاية الشوط بتفوق الزوار. المرحلة الثانية والدقيقة 47 وحكم اللقاء السيد لطفي بوكواسا يعلن عن ضرب الجزاء لصالح مولودية بجاية. القرار أثار احتجاجات كبيرة من قبل لاعبي الفريق المحلي، هل فيه ضرب الجزاء أم لا؟ نعرض عليكم الصورة بالعرض البطيء ونترك الحكم لخبير التحكيم السيد زكري. بوشري ينفذ ويضيف الإصابة الثانية لصالح إشبال المدرب مصطفى بسكري. بعد هذا الهدف سجلنا استفاقة كبيرة لابناء البرج تجسدت في عدة محاولات نارية. أفلح حارس الزوار في صدها كما خانت اللمسة الأخيرة في محاولات أخرى ليتمكن الأهلي من تقليص الفارق في الدقيقة 64 بواسطة تسديدة صاروخية لعثماني لم يتمكن الحارس بن شريف من صدها. الخلطة الكبرى حدثت في الدقيقة 73 عند هذه المحاولة لإصحاب الأرض من كرة ثابتة. هل هناك لمس للكرة من طرف المدافع البجاوي؟ السيد بوكواسا لم يعلن عن ضربة الجزاء والاحتجاجات من قبل لاعبي الأهلي اشتعلت. بعدها السيد الحكم يعلن عن ضربة الجزاء. هل هناك اتصال من الحكم الرابع باللاسلكي أم الحكم تراجع بسبب الضغط؟ لا ندري. قرار عدم الإعلان عن الضربة ثم إعلانها أثار احتجاجات كبيرة وكبيرة من قبل عناصر مولودية بجاية، والاحتجاجات كانت شديدة وبالصور التي تشاهدون والحابل اختلط بالنابل والمباراة توقفت لثماني دقائق. عثماني وبعد هدوء الأمور نفذ الضربة وفشل أمام براعة الحارس البجاوي بن شريف، وكادت المولودية أن تسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 والذي رد عليه يعلاوي من جنب البرج في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الزوار هدفا مقابل هدف واحد. في نهاية المباراة وفي محاولة لإجراء حوار مع المدربين مصطفى بسكري واليمين بوغرارة، أبواب المؤدية إلى غرف تغيير الملابس أغلقت في وجه التلفزيون ووسائل الإعلام. وفقط نقول لصاحب القرار أنه حرم المواطن من حق دستوري تقره قوانين الجمهورية، فليس له الحق في حجب المعلومة عن وسائل الإعلام.